قلتي لماما انك هتتاخري النهارده في عيد ميلاد نادين على اساس ان ماما اتغيرت بقى وبقت فاهماك وكده. خش يا ماما. هو كل يوم خروج، يوم عيد ميلاد، يوم فرح، يوم اوتنج، انت هتشيل المسؤوليه امتى؟ ده انت اللي قدك بقى معاهم عيال دلوقتي، وفين المذاكره من حياتك؟ مش موجوده طبعا. ما يوم نرمين ويوم نادين ويوم سمر ويوم سهر، بتتعبي بصراحه. وانا شايله البيت لوحدي، مفيش مره تيجي تساعديني، والاسم بس مخلفه بنت. بقول لك ايه، انا هروح عند اختي. صعب تغيري ماما، بس سهل تغيري لون شعرك بمنزلين اورو. بلي رشي نشفي بس كده. منزلين لأورو بشكله الجديد هيفتح لون شعرك الغامق للأشقر بدرجاته، مع كل استخدام فتح شعرك درجة مختلفة بنفس العلبة. منزلين لأورو خالي من الأمونيا وبخلاصة زهرة البابونج. منزلين لأورو، طبيعي شعرك يحبه. طب اتأخري يا حبيبتي براحتك، ولا لك ما تجيش، خليكي.